قتلتوني 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 ليه؟ وليه الوقت؟ ليه الوقت؟ ليه؟ ليه تعال؟ تعال! انت اللي قتلته. قتلته ليه؟ ليه يا سماوي؟ ليه؟ يوسف! ليه يا جبان؟ بص بص انا هو ميت! بص انا هو مقتول! قتلته ليه يا وحيد؟ ليه قتلته؟ انت اللي قتلته صح؟ ها؟ خدت الفلوس مش هفضيها يا جماعة! خدتيها وقتلتيه! ليه كده؟ ليه عملت فيا ليه كده؟ ضمنت فلوسك وقتلتيه! ليه كده؟ ليه تعملي فيا كده؟ ليه كده ليه؟ مين اللي عمل فيك كده؟ مين اللي عمل فيك كده مين؟ مين هو اللي مين اللي عمل فيك كده؟ فين فلوس أبويا؟ فين فلوس أبويا؟ فين؟ فين؟ فين شاي؟ شاي شاي عمري فين؟ جريمه القتل جوه هنا في المكان والقتيل موجود في المكان. يبتدي المعاينه. يلا لا 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 خليك انت معانا هنا. قول يا وحيد، انا عايز اعرف منك ايه اللي حصل بالظبط ومين اللي كان موجود وقت اكتشاف الجريمه. دلاله هي اللي اكتشفت الجريمه وقالت لنا.
يظهر ابراهيم بيه ان وحيد عنده كلام مهم قوي ممكن يفيدنا، صح يا وحيد؟ بقولك يا وحيد، مش يمكن يكون اللي قتل الدقاق هو نفس اللي قتل جنة؟ يوسف هو اللي قتل جنة، وهو اللي قتل ابوه برضه؟ وبحضورنا نحن طارق السيد رئيس نيابة الهرم، وجدنا جثة القتيل بمكتب بالدور الأرضي للفيلا، والقتيل جالس على المكتب، وتوجد بالمكتب نافذة تطل على الحديقة، وقد وجدنا أن النافذة مفتوحة وجاري رفع البصمات بالمكان. كما قمنا بمعاينة الجثة وتبين أنها قد تعرضت للخنق بواسطة حبل ما زال على رقبة القتيل، كما أن بها طلقا ناريا في منتصف الجبهة تماما وفقا للرسم الكروكي المرفق بمحضر المعاينة. والجثة لذكر في العقد السابع من عمره. سمر، سمر فوق يا حبيبتي، يا سمر يا مالها حاجة يا حبيبي يا وحيد؟ الحمد لله يا ابني، الحمد لله على سلامتك. هو اللي احنا فيه ده شوية يا ابني. سمر بلاش تروحي مني انت كمان، كفاية عليا جنة. سمر فوقي يا حبيبتي، فوقي. سمر ابتدت تفوق اهي. هي اللي قتلته بعد ما خدت كل اللي حلته خلصت عليه وقتلته. ايوه انا متاكده. ما تقعديش تقولي كلامه خلاص، استني شويه لما نشوف البوليس هيوصل ليه. هما بيعملوا ايه يا وحيد؟ بيعينوا الجثه وهياخدوا بصماتنا كلنا. سمر، سمر يا حبيبتي انت كويسه؟ هو ايه اللي حصل؟ هو مين اللي كان في المكتب تحت ده؟ مين اللي كان في المكتب؟ مفيش حاجه يا حبيبتي. مين اللي كان في المكتب ده؟ بابا. خلاص خلاص يا سمر. بابا، بابا اللي حصل له كده؟ ايه بابا يا دوسه اللي حصل له كده؟ ايه يا حبيبتي؟ خلاص يا سمر ما تعمليش في نفسك كده. ايه يا حبيبتي؟ ايه دي حبيبتي؟ ايه دي حبيبتي؟ ما حدش يخرج من الفيلا الا باذني، مفهوم؟ كلكم رهن التحقيق. الاوضه اللي فوق بتاعت مين؟ بتاعت سمر وإيهاب ويوسف والمرحوم. اشرف اطلع عين انت فوق وانا هعين هنا تحت. تمام.